قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لعدد من مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة التي تشهد تطوير بعض المحاور الطولية والعرضية وإنشاء أخرى جديدة بإجمالي أطوال يصل إلى 200 كيلومتر. وقد تضمنت جولة السيد الرئيس تفقد أعمال تطوير وتوسعة محور أحمد عرابي الذي يربط بين طريق المنشية وشارع أحمد عرابي بطول حوالي 11 كيلومتر وعرض 6 حارات مرورية لكل اتجاه، كما تم ربط المحور بالطريق الدائري وكذا محور الفريق كمال عامر ليكون بذلك محورا بديلا لحل مشكلة التكدس المروري المتزايد على محور 26 من يوليو. في المنطقة دي سيادة الفندم مشرفنا أعلى كوبري أحمد عرابي الجديد اللي بيمر من أعلى كوبري أحمد عرابي القائم. في مجموعة كبيرة فندم من الطرق القائمة غرب النيل. غرب النيل فندم. المحور فندم بطول حوالي 25 كيلومتر وعرض من 5 إلى 6 حارة مرورية في كل اتجاه. المحور ده فندم هيعمل سيورة مرورية كاملة وهيخفف التكدس المروري في المنطقة من الطريق الدائري من تقاطعه مع منطقة البراجيل حتى محور عمرو بن العاص، وده هيخفف زمن الرحلة فندم. وقد أشار السيد الرئيس إلى أن تطوير المحاور والطرق بمحافظة الجيزة وعلى امتداد الجمهورية يأتي في إطار الحرص على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين. اللي يهمنا إن إحنا الناس تسمعوا مننا في الموضوع ده. إحنا بنتكلم على صفة اللبن، تمام، بنتكلم على ترسة، بنتكلم على فيصل، تمام، بنتكلم على السداد، بنتكلم على البراجيل، مش كده؟ تمام يا فندم. وبنتكلم على منطقة سفنكس، تمام. نقول غرب النيل، كنا الناس متصورة إن إحنا مركزين فقط على شرق النيل. شرق النيل يعني ليا المرج والمطرية ومدينة نصر ومصر الجديدة والسخنة، مش كده؟ تمام يا فندم. فاحنا جينا هنا بقى وشغالين هنا. تمام يا فندم. المنطقة دي منطقة زي ما انت قلت كده، منطقة سكنية فيها حجم كبير جدا جدا من السكان، فكان لابد ان احنا نتحرك ونشتغل ونعمل مجموعة من المحاور. اجماليهم كام يا محمد بقى؟ حوالي 200 كيلومتر يا فندم في منطقة الجيزة. اللي انا بقوله انا بتكلم عن نقطة المنطقة دي اللي هي بالتالي هتحل مسألة كبيرة جدا، سواء كان ربط شرق النيل بغربه في المنطقة دي او حركه الناس عبر المنطقه او للناس اللي موجودين جوه. النهارده لو احنا شفنا حجم العربيات اللي بتتحرك في اليوم، في الشهر، في السنه في المنطقه دي مثلا 1,000,000 عربيه، تمام، لو التدفق المروري بتاعهم 10 كيلو في الساعه، حجم الوقود كذا وحجم التلوث كذا ومصالح الناس كذا، تمام. لما نخليها النهارده بحاور بالطريقه اللي احنا عاملينها ديت هتسهل الحركه، بدل 10 تبقى 30 و40 و50. ده توفير في الوقود قد ايه؟ يعني التكلفة اللي احنا بنعمله ده قد يكون كتير، تمام، لكن على المدى المتوسط والبعيد ده كله هيتعوض من استهلاكات الوقود والتلوث اللي ممكن يكون وضاع مصالح الناس. ومن جانب آخر يمر كذلك على العديد من الأماكن الحيوية مثل محطة بشتيل الجديدة التي ستشهد كثافة مرورية مرتفعة بعد تشغيلها. أنا هنا بس عايز أقول حاجة للناس اللي هتشوفنا واحنا بنتكلم في الموضوع دوت. انا بقول ايه، احنا بنعمل المحطه بتاعه بشتيل عشان نفتحها، تمام، مش كده؟ تمام. واحنا بنعمل ده بالتوازي شغالين في حاجه تانية عشان ما نجيش نقول ايه ده متطلبات المحطه لحركه الناس عشان تجيها، تمام، محتاجين نعمل محور وكذا وكذا وكذا، ويبقى ندرجها بقى في الخطط وفي الموازنات تاخد لها 4-5 سنين. لا، احنا بنعمل ده لمنطقه شديده التكدس، البراجيل واحمد عرابي والومبابه، تمام، و 26 يوليو اللي كان خلاص مش متحمل اكتر من كده. لا، احنا بنعمل محور بديل تاني بساعة اكبر بيخدم على كل المحاور العرضية اللي انت كلمت عليها، تمام، الطريق الدائري وفريق كمال عامر و 26، تمام فندم. وزي ما سيادتك اشرت كده فندم، في اللوبة فندم اللي هنا دي جاري تم استغلالها من وزارة النقل يا فندم لانشاء جراج متعدد الطوابق لخدمة محطة قطار بشتيل. فاحنا سيادتك بيتم التنسيق مع الجهات بالكامل عشان يطلع المشروع يا فندم متكامل باذن الله. طيب احنا برضو هنا هنكون مخلصين امتى؟ احنا فندم ان شاء الله باذن الله على قبل العيد ان شاء الله هنكون. لا، انا بتكلم على كل كله فندم. من ان شاء الله اول من اول المكبر رقم 1 ده اللي هو عند عرابي الاولاني لغايه مصرف المية زي ما انتم ده ان شاء الله فندم بنهايه السنه ان شاء الله. بس احنا بنفتح فندم الجزء اللي بيخلص معانا بنفتحه بندخله نسهل على الناس، يعني نفتح ان شاء الله فندم قبل العيد ان شاء الله هنكون فاتحين من اول شارع احمد عرابي لحد محور كمال عامر اللي لسه مفتوح طبعا. فخفف على الناس بالظبط ان شاء الله فندم. ان شاء الله فندم احنا في النهايه بنقول ان احنا هنحل المساله دي كلها بالكامل على شهر 8 وبعض الحاجات هتخلص شهر 12، مش كده؟ تمام يا فندم، مش كده؟ تمام يا فندم. كل سنه وانتم طيبين. شكرا. سلام عليكم.